بالنسبة للفدية اللي ذكرنا لها الشيخ، الفدية يا اخواننا القدر بتاعها بيختلف، انتبهوا، الفدية القدر بتاعها بيختلف عن الفطرة. الفطرة صاع من الطعام، والصاع من الطعام بالضبط 2.5 كيلو. 2.5 كيلو من الدقيق بتاعنا ده، يعني سيجا ولا زادنا تشتري 2.5 باكيت على الشخص الواحد. انتوا لو 4 اشخاص تشتري 10 باكيت من السيجا او زادنا او كده. كويس؟ دي الفطرة. اما الفدية ففدية طعام مسكين، ده بالنسبة للناس اصحاب امراض السكري والكلى ونحوها، الناس المبصومة عندهم ناس امراض ملازمة. ديل الفدية بتاعتهم ما يعادل 1.25 كيلو. كيلو واحد وربع. كويس؟ تشتري دقيق 1.25 كيلو توزعه. أي مسكين تدي 1.25 كيلو. العلماء قالوا والأفضل أن يكون معها إدام يؤكل به. يعني تديه 1.25 كيلو من الدقيق، معاها تديه شيء بياكلوا به. إما شيء من اللحمة أو عدس أو نحوه. شيء إدام، إدام في فرق بين الطعام والإدام. الطعام ده اللي بياكلوه زي الرز والدقيق، قمح، ذرة، غيره، ده بياكلوه. أما الإدام ده بياكلوا بيه. فهمت؟ زي الدهن واللحم والعدس وكده، ده بياكلوا به. طيب؟ فإما واحدة من طريقتين، توزعها 1.25 كيلو لأي واحد. أو الشيخ الفوزان قال يجوز تجمع مجموعة من الأيام لشخص واحد. يعني لو ما لقيت عدد 30 مسكين ما توفر لك 30 مسكين، عشان انت توزع لك ده 1.25 كيلو، ده 1.25 كيلو، كلهم كده ده، ما لقيتهم خلاص قلت لك 7، السبعه ديل قسم عليهم، اجمع بتاعت الشهر كلها. كويس؟ اجمعها كلها مع بعض، قسمها على 7، اديها للسبعه ديل. دي الفديه كده بتتم. تمام؟ فاذا يا اخوان الناس يفرقوا، تختلف الفديه من زكاة الفطر. تختلف. الطريقة الثانية للفدية اللي ذكرها الشيخ، تعزم مساكين. دي اللي كان بيعملها أنس رضي الله عنه، يعزم عدد، أعزمهم الليلة على وجبة مع بعض 10 مساكين، جيب لهم 3 أو 4 طلب فول بالجبنة. كويس؟ قاعد 10 مساكين أكلوا شبعوا الحمد لله، بعد غسل خشمه ومشى خلاص كده. قول 10، بكرة عازم لك 8، بعد بكرة عازم 12 كده لحد ما تتم العدد بتاعك كله. تمام؟ ولو لقيتهم 30 كلهم مع بعض تكون خير وبركه، قول لهم وجبه واحده. لو شبعوا بصحن واحد، شوف تفصحن شبعوا به ال30 ديل خلاص كده انت خلاص، انت قمت بشنو؟ بالفديه بتاعتك. لو شبعوا بصحن واحد، لو انت ما لميت فيهم مع بعض، كويس، شيل الزكوات بتاعتك دي او الفطر الفديه وامشي وزعها عليهم. ده بالنسبة لها بتختلف من، لأنه أصلاً قال إما ربع صاع من البر، يا أصلاً ده قدرة كده، ربع صاع من البر، البر بيختلف من غيره، أو نصف صاع، دي الفدية كده، نصف صاع من الشعير أو القمح. الصاع قلنا كم؟ 2 كيلو كم؟ ونص، صح؟ نص الصاع كم؟ ها؟ كيلو وربع، ده نص الصاع من القمح. اذا الفدية كم؟ نص صاع يعني 1.25 كيلو. فهمتوا التقدير بتاعه؟ او ربع صاع من البر. انت لو لقيت البر ده، البر ده ربع بس تقضيك. لو لقيت البر ربع صاع من البر، شفت؟ يكفي. لانه النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين البر وبين غيره، لانه البر جيد، انت لو اكلته ده تلقى سمح، فهمت؟ وتقيل. نص عيشه بيشبعك، بيختلف بالمناسبه. شفت الرغيف العيش بتاع البر بيختلف من العيش بتاع القمح، ذاك ثقيل وتحسبه سميك ومشبع اكثر من غيره، عشان كده فرق بيناتهم. وده السبب اللي خلى اللي ذكره الشيخ جبيل معاويه رضي الله عنه، قال عندنا سمراء الشام، سمراء الشام البر، ولانه البر النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينه وبين القمح في الفديه، فجعل 2 من القمح بيساوي 1 من البر. كويس؟ عشان كده معاوية رضي الله عنه قال زكاة الفطر نصف صاع، نص صاع. ليه؟ لأنه هو بطلعها من البر، والبر نص الصاع بيساوي كم؟ بيساوي صاع كامل من القمح الأحمر، القمح الغيره. فهمت الفرق؟
عشان كده معاويه لما عمل المدرسه دي ما هوى ما يستغلوها كمان الناس انه بيطعنوا في معاويه رضي الله عنه. يجي يقول لك معاويه ده عمل كده وشرع في الدين. معاويه عنده فقه، وابن عباس قال معاويه فقيه رضي الله عنه وارضاه، فعنده فقه في المساله دي، لانه يعلم انه النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين البر وبين القمح العادي، والبر يساوي ضعف القمح العادي، عشان كده قال زكاتنا من البر تساوي نص صاع بس. فعنده فقه في المسألة دي، ولكن العلماء قالوا الراجح إنه صاع، لو كان بر ولا قمح ولا زبيب ولا شعير ولا غيره يكون شنو؟ صاع كامل. دي الفطرة، والفدية تكون شنو؟ كيلو وربع اللي هو شنو؟ نص الصاع من القمح بتاعنا ده أو الزورة بتاعتنا. نعم. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.